قالت رئاسة تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا استعداد أنقرة أن تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. وأفادت رئاسة تركيا باتفاق أردوغان وبوتين على مناقشة التفاصيل خلال اجتماعهما المقبل في سمرقند في أوزبكستان يومي 15 و16 من سبتمبر الجاري. وأشاد أردوغان خلال اتصاله الهاتفي مع بوتين بدور موسكو البناء في ترتيب زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية. كما ناقش الرئيس التركي مع نظيره الروسي التطورات المتعلقة بصادرات القمح من أوكرانيا وفق الصفقة الموقعة في اسطنبول. حول هذا الاتصال وأهميته معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، الجميع كان يريد إيجاد ختام سعيد في زابوريجيا، اليوم هناك تواصل ما بين الرئيس أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين، ما أبعاده؟ كيف يتحدث الكرملين عنها الآن؟ ماجد، نعم، في الحقيقة هذا الاتصال مهم للتوقيت الذي يأتي فيه بين الرئيسين الروسي والتركي، خصوصا في ظل الدور المعروف لتركيا والذي لعبته فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. طبعا رغم رفض روسيا كما هو معروف للكثير من المقترحات وللكثير من المبادرات الدولية الأخرى التي كانت قد تقدمت في أوقات سابقة فيما يتعلق بالتوسط في هذه المسألة، كان هناك قبول روسي للدور التركي. يجب أن نتذكر هنا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية. طبعا فيما يتعلق بالأزمة أيضا، أواخر مارس أذار الماضي كان هناك محاولات لإجلاس الطرفين الروسي والأوكراني من قبل الجانب التركي تحديدا على طاولة المفاوضات، وكان هناك اتفاق على نقاط، لكن ما حدث بعد ذلك طبعا كان ما حدث، وكان هناك ضغوطات تعتبر روسيا أنها ضغوطات غربية مورست على الجانب الأوكراني. على أي حال تواصل تركيا من خلال هذه الاتصالات ومن خلال الاتصالات الهاتفية الثنائية مع الجانب الروسي لعب دور فعال فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. اليوم محطة زاباروجيا تتجه إليها الأنظار فيما يتعلق بالوضع المتوتر هناك. أريج، ونحن نتحدث الآن هناك أكثر من خبر عاجل يأتينا في سكاي نيوز عربية. وزارة الدفاع الروسية هي تتحدث أن محاولة إنزال أوكرانية كانت بالأمس تم صدها في محيط محطة زاباروجيا النووية، وأيضا كان هناك طلعات جوية في خرسون في الجنوب الأوكراني يعني، وتم مواجهة هذه الطائرات المعادية. هذا يعني هذه أول مرة نستمع إلى مسألة وجود محاولة إنزال في محطة زاباروجيا. ماذا يعني هذا رغم وجود المراقبين النوويين الآن في المحطة، ورغم شبه التوافق الأممي الأوكراني الروسي حول وصول هؤلاء المفتشين؟ ماجد، هذه التصريحات الروسية تلقي الضوء على الموقف الروسي فيما يتعلق بالاتهامات الروسية لأوكرانيا بالتصعيد حول محطة زاباروجيا وما يقف وراء أهداف مثل هذا التصعيد. موسكو تعتبر أن أوكرانيا تمارس إرهابا نوويا بحق روسيا وبحق الآخرين على الساحة الدولية لحمل روسيا على ترك نقاط سيطرتها في المحطة وفي البلدة، بلدة إنرغادار التي تحوي هذه المحطة، وهي المنطقة التي شوهدت وتحدثت وزارة الدفاع الروسية عن متابعتها لطائرات ورصدها لطائرات من دون طيار أوكرانية تحلق فوقها. أيضا فيما يتعلق بهذه المحطة، كان هناك في الفترة السابقة أخبار أو تقارير من وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن محاولات إنزال على بعد 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات من هذه المحطة، لكن في آخر تقاريرها وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن محاولة أو إحباط محاولة إنزال أوكرانية تطال هذه المحطة بالتحديد. طبعا هناك رغبة أوكرانية من خلال هذه المواقف الروسية التي نستشفها وما يمكن فهمه واستنتاجه من خلالها، محاولات أوكرانية حثيثة رغم تواصل مهمة من تبقوا من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أرض هذه المحطة لاتهام الجانب الروسي لحمله على التنازل عن مواقعه في المحطة في مقاطعة زاباروجيا،
لتكوين صورة بأن من يحرسون هذه المحطة من الجانب الروسي أو الموالين لهم غير قادرين على تأمين عملها بشكل سلس وسليم وآمن، وغير ذلك من الأغراض التي تستهدف الوجود الروسي ومناطق السيطرة الروسية التي لا تزال تستكملها في إطار عملياتها العسكرية كما تسميها الخاصة في أوكرانيا. من موسكو مراسلتنا أريج محمد، شكرا لك يا أريج.